السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. هنشرح النهاردة درس الترتيب التصاعدي والتنازلي. يعني ايه التصاعدي والتنازلي يا ميس؟ الترتيب التصاعدي، انا لما باجي اطلع السلم من اسمه كده بعمل ايه؟ اصعد السلم، بطلع السلم. بطلع منين؟ من الصغير للكبير. بطلع منين؟ من الصغير للكبير. بصوا كده ترتيب الأعداد دي، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طلعت من العدد الصغير لحد ما وصلت العدد ايه؟ الكبير. السلم ده هنسميه ايه؟ سلم الأعداد. سلم الايه؟ الأعداد. الترتيب التصاعدي عندنا بيطلع سلم الأعداد ده من الايه؟ من الصغير للكبير. الترتيب التصاعدي بنرتب عليه الأعداد ازاي؟ من الأصغر إلى الأكبر. تاني، برتب الأعداد ازاي؟ من الأصغر إلى الأكبر. طب أنا دلوقتي عشان أتعلم لازم أتعلم أخرج العدد الصغير أو أستخرج العدد الصغير من الأعداد دي، فبيقول لي ضع خطا تحت أصغر عدد. ضع خطا تحت أصغر عدد. يلا نشوف المجموعات اللي عندنا من الأعداد دي ونطلع منها العدد الصغير. ألف، 3 0 5 7. 3 0 5 7. مين الصغير في دول؟ برافو عليكم، الصفر. أصغر الأعداد الصفر. طب يلا نشوف اللي بعدها، 5 8 1 9. 5 8 1 9. مين الصغير في دول؟ الواحد. ممتازين. ها، 2 6 5 4. ها، 2 6 5 4. أني عدد في دول بيجي على سلم الأعداد الصغير الأول؟ ها، الاتنين. برافو عليكم. طب يلا نشوف اللي بعده، بيقول لي أكمل التسلسل. أكمل التسلسل، نقط 4 5 نقط ونقط. طب مين اللي بيجي قبل الأربعة يا ولاد؟ ها، برافو عليكم، 3. ها يلا نمشي بقى، 3 4 5 6. ممتازين، 7. يبقى 3 4 5 6 7. طب نشوف اللي بعدها، 6 7. بيزود ولا بينقص؟ بيزود. بعد الستة جاب الايه؟ السبعة. ها، مين بعد السبعة؟ ها، مين اكبر منها شوية؟ 8. ها، مين اكبر منها شوية كمان؟ 9. يبقى 6 7 8 9 6 7 8 9. طب الستة أكبر من نقط، الستة أكبر من مين يا ولاد؟ الستة أكبر من الخمسة يا ميس، برافو عليكم. طب وأكبر من الأعداد تاني؟ أكبر من الأربعة، وأكبر من التلاتة، وأكبر من الاتنين، وأكبر من الواحد، وأكبر من الصفر. طيب الواحد أصغر من مين؟ الواحد أصغر من الاتنين. طب ومن مين كمان؟ من التلاتة، ومن الأربعة، ومن الخمسة، ومن الستة، ومن السبعة، ومن التمانية، ومن التسعة. يبقى الواحد أصغر منهم. طب أمال الواحد أكبر بقى من مين يا ميس؟ الواحد أكبر من عدد واحد بس، أكبر من عدد واحد بس. مين يقول لي عليه؟ برافو عليكم، الصفر. الواحد أكبر من الصفر بس، الواحد أكبر من الصفر إيه؟ بس. أما باقي الأعداد كلها فهي إيه؟ هو أصغر منهم. الواحد إيه؟ أصغر إيه؟ منهم. طب يلا نشوف اللي بعده، بيقول لي رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا. قلنا الترتيب التصاعدي من ال إيه؟ من الأصغر إلى الأكبر. الترتيب التصاعدي من ال إيه؟ من الأصغر إلى الأكبر. يلا نرتب، 5 8 1 7. مين الصغير في دول؟ برافو عليكم، سمعكم كلكم بتقولوا الواحد. سامعاك كلكم بتقولوا ايه؟ الواحد. طب هنعمل ايه؟ هنحذفه عشان ما ناخدهوش تاني يا ميس، ما نتلخبطش. برافو عليكم. يلا، ها، 5 8 7. 5 8 7. مين الصغيره دلوقتي؟ الخمسه، خدناها خلاص يا ميس. يلا بسرعه احذفوها. فاضل مين ومين؟ فاضل يا ميس التمانيه والسبعه. ها، اوعى تلخبطكم، هما شبه بعض كده بس ايه، في مين اللي اصغر؟ السبعه. يلا برافو، 7 بتبص لفوق، ده هي اللي ايه؟ اللي اصغر. طيب ها، شلناها. مين بعد كده؟
اللي فاضلة يلا التمانية ممتازين سنة أولى. يلا ها، 9 4 6 3، 9 4 6 3. مين الصغير؟ التلاتة. برافو، يلا نحذف. ها مين اللي بعدها؟ يلا 9 4 6. ها مين الصغير؟ ها الأربعة، ممتازين. يلا ها مين اللي بعدها؟ 9 و6. ها مين الصغنون؟ ها يلا الستة، برافو عليكم. مين اللي بعد كده؟ بعد الستة ها التسعة. مين اللي بعد الستة؟ التسعة. يبقى 3 4 6 9، ممتازين يا سنة أولى. يلا نشوف اللي بعدها، الترتيب التنازلي. اللي بعدها مين؟ الترتيب التنازلي. هناك برتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، بعمل إيه؟ بصعد السلم. طب هنا بقى الترتيب التنازلي بعمل إيه؟ بنزل السلم، بنزل السلم. بنزل منين؟ بنزل من السلمة الكبيرة لحد ما أوصل للإيه؟ للسلمة الصغيرة. طب يلا تعالوا ننزل كده، يلا ها 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها 0. 1 ايه؟ 0. يلا تاني ها، يلا تاني ها، 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. يبقى برتب الأعداد من ايه؟ من الكبير للصغير. الترتيب التنازلي من ايه لايه؟ من الأكبر إلى الأصغر. برتب الترتيب التنازلي من ايه لايه؟ من الأكبر إلى الأصغر. يلا ها 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. الترتيب التنازلي من ايه لايه؟ من الأكبر إلى الأصغر، بنزل السلم. يلا نشوف اللي بعده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي حوّق العدد الأكبر. حوّق العدد الأكبر. مين الكبير في دول؟ 4 9 8 6. 4 9 8 6. مين الكبيرة يا ولاد؟ ها يلا، برافو عليكم، التسعة. طب يلا نشوف اللي بعدها، 7 1 5 3. 7 1 5 3. ها مين الكبيرة، السبعة ولا الخمسة؟ ها برافو عليكم، السبعة هي اللي أكبر. طب يلا 5 4 2 6. 5 4 2 6. ها أكبر اتنين مين؟ الخمسة والستة. بس مين اللي أكبر؟ ها أكبر خالص، ها الست. مين اللي أكبر؟ الست. يبقى كده عرفنا حوطنا العدد الايه؟ الأكبر. طب يلا نشوف، بيقول لي أكمل التسلسل. بيقول لي أكمل التسلسل. طب يلا 9 8، هاي كنا لسه بنغنيها، 7 6 5 4. 9 8 7 6 5 4. طب هنا 5 4، ها بنزل، بنزل ها بنزل من الكبير للصغير. ها مين اللي أصغر من الأربعة؟ التلاتة، برافو. مين اللي أصغر من التلاتة؟ ها الاتنين. مين اللي أصغر من الاتنين؟ الواحد. يبقى 5 4 3 2 1. طيب ايه ده يا مس، مفيش أرقام في الأول؟ طب وإيه يعني؟ طب نبص للأرقام الموجودة عندنا، 7 بعد كده 6 بعد كده في رقم ناقص بعد كده 4. طب ها هي الرقم الستة ده، السبعة أكبر من الستة ولا أصغر منها؟ السبعة هي اللي كبيرة، بعد كده نزلنا عند الستة. طب إيه اللي ما بين الستة والأربعة؟ ها مين العدد اللي ما بين الستة والأربعة؟ الخمسة. طب يلا كده بقى نجيبها بقى من ورا، 4 5 6 7. ها ممتازين، 8 9. 9 8 7 6 5 4، برضو مرتبة ترتيب تنازلي. يلا نشوف بقى التدريب اللي بعده، يقول لي رتب الأعداد الآتية تنازليا. يلا هنرتب الأعداد دي تنازليا، 4 6 9 8. مين الكبير؟ التسعة، برافو عليكم، يلا نشيلها. ها مين اللي أكبر بقى فاضل؟ 4 ولا 6 ولا 8؟ ممتازين. ها ننزلها الأول وبعد كده نحذفها عشان ما ننساهاش. يلا طيب ها مين اللي بعدها؟ الأربعة ولا الستة الكبيرة؟ الستة، برافو عليكم.
ها ست. بعد كده مين؟ ها آخر واحدة الأربعة، يبقى 9 8 6 أربعة. 9 8 6 إيه؟ أربعة. طب يلا نشوف اللي تحتها، بيقول لي إيه؟ 3 3 7 2 5، 3 7 2 5. ها مين الكبيرة؟ السبعة. برافو. ها مين اللي بعد كده؟ 3 ولا الاتنين ولا الخمسة؟ ها الخمسة. ممتازين. ها مين بعد كده؟ 3 ولا الاتنين؟ ها 3. برافو عليكم. ها مين بعد كده؟ الاتنين. يبقى 7 5 3 2. 7 5 3 ايه؟ 2. كده يبقى خلصنا درسنا النهاردة، ويارب تكونوا فهمتوا.